أهلا شؤون، أهلا بكم. أبرز سمات الإعلام الهادف هو أن يحقق المصداقية والموضوعية في التعامل مع ما يحتاجه الناس. وإذا سلطنا الضوء وأمعنا في النظر في حاجات أهلنا، نجد أن المواطن يبحث عن المنجز وما قد يسرع إجراء المعاملات في الدوائر الخدمية، مع ضرورة الاحترام المتبادل بين منسوبينا ومواطنينا. دوائرنا الأمنية والخدمية والإنسانية وحسب التوجه الوزاري المستمر من المراجع العليا في وزارة الداخلية، قد سخرت كل طاقاتها لأجل تقديم الخدمة للمواطن الكريم في الوزارة كافة. هنا نرفع شعار نحن بخدمتكم، وهذا هو ديدننا في العمل ولا بديل عنه. كل هذا العمل بالتوجيه واضح وصريح من معالي السيد وزير الداخلية المحترم السيد عبد الأمير كامل الشمري، والتحية لك سيدي. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج الشؤون، معكم في الإعداد والتقديم أخي وزميلي المقدم سيف عبد الكريم، مدير إعلام شؤون الداخلية، وأنا محدثكم المقدم محمد علي الحسون، مدير المكتب الإعلامي الخاص السيد معالي وزير الداخلية. أهلا بك سيدي وصباح الخير. صباح الخيرات أخي العزيز مقدم محمد، صباح الخير لكل مشاهدي متابعي قناة الفرات الفضائية، متابعي برنامج الشؤون. صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم، الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية في بغداد وكافة المحافظات. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات، وعلى رأسهم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي. صباح الخير لكل أبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود، المرابطين في ساحات الوغى، والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية، والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير لكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع نورس العنزي. صباح الخير أخي العزيز. شكرا لك سيد العزيز، صباح الخير عليكم مشاهدي الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج الشؤون، نذكر أن البرنامج يرتبط مع الأخوة إذاعة الفرات، مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب، أكيد أرقام الهواتف ستكون في أسفل الشاشة مع زميلنا المخرج المبدع نورس العنزي. فاصل ومن ثم الشؤون إن شاء الله. دائما وابدا نذكر بامكان مواطنينا منسوبينا التواصل مع صفحه المكتب الاعلامي الخاص السيد معالي وزير الداخليه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحديد الاكثر استقبالا الفيسبوك. بامكانكم مراسلتنا في حال الشكوى او المقترح او المناشده، نعمل لخدمتكم. ايضا اللي يتصل بنا يسمعنا عن طريق الهاتف، واذا كانت المشكله خاصه يمتنع عن ذكر الاسماء، ذلك يعتبر تشهير مخالف للقانون او الاتصال. الشؤون نعمل لخدمتكم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك. شلونك سيد العزيز؟ الله يخليك اخوي الكريم. طينا اسمك من تخابرنا؟ جواد عبد الكاظم عبد الجبار. جواد عبد الكاظم من اي محافظه؟ انا البصره سيد البصره. اهلا وسهلا، حياتنا لهنا بالبصره. تفضل اخوي. الله يحفظك. منتسب مواطن انت جنابك عادي؟ انا سيدي كنت مواطن، وقبل ذاك الاسبوع الفات. انت بعدك مواطن حتى وان كنت منتسب انت مواطن. في نعم سيدي. في نعم كلتا سيدي. الحالتين تبع عيوننا. تفضل. تفضل. نعم سيدي، فذاك الاسبوع سيدي الفات خبرتكم على مود كتاب معنون من مكتب السيد الوزير للموارد البشريه، بس ما جتني الاجابه. الله يرحم والديك سيدي. احنا الاجابات نعطيها دائما ضمن وقت البرنامج. انت كان اتصالك يعني بالحلقه اللي راحت؟ اي نعم سيدي، الاربعاء صادف. مؤشر يمك مقدم محمد. اشوفك سيدي. على مدله الموارد البشريه. شنو رقم الكتاب اللي كان عندك؟ سيدي رقمه 2093 في 18/9. 9000. انت نفس الخطا انت. نفس الخطا انت من رديت لنا رقم وتاريخ نعم. الكتاب. صحيح. احنا في نعم. وقتها هذا حولناه الى وكاله شؤون الشرطه، صحيح؟ الو الو سيدي، هذا رقم وتاريخ الكتاب.
معنون من اي داره الى اي داره؟ سيدي يعني ما من عنوان، انا رحت للمكتب السيد الوزير. ها يعني هذا الكتاب من مكتب السيد الوزير الى الموارد البشريه؟ وخطوه لي مديريه الموارد البشريه. بس اسمح لي، هو رقم الكتاب 9200. حولت على السيد اللواء العقيل. نعم 9200 وش قد؟ 9293 في 18/9. 18/9 اسمع النداء. نعم. تابعنا اخوي جواد. برنامج شؤون السيطره. أشكرك أخي العزيز، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. عن طريقك تنادينا شعار السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة اللواء عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل من الحلقة السابقة جواد عبد الكاظم عبد الجبار، رقم وتاريخ الكتاب 9293 في 18/9، موجه من مكتب السيد الوزير المحترم باتجاه الموارد البشرية. متابعة الموضوع آخر إجراء، بارك الله بك. أشكرك حاليا وروح السلمان، أنا مدير شؤون الوزارة سيدي. نعم سيدي لواء عقيل تفضل. نعم سيطرة. مدير شؤون الوزارة والسيطرة. اخي بارك الله فيك، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطره. صباح الخير وايضا على كادر برنامج ابي شؤون وكافه الاخوه المستمعين والمشاهدين. اذا امكن اعاده الاسم الكامل للاخ المتصل ورقم كتابه وتاريخه. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك يا سيدي. اذا سيدي اشكرك. شلون عبد الكاظم رقم الكتاب 9293 في 18/9. جيد نعم مقدماتي. عفوا. نعم سيدي لواء عقيل، اذا كنت على مسمع من النداء. مدير شؤون الوزاره سيدي. نعم. مدير شؤون الوزاره صدر بارك الله فيك على مسمع النداء. شكرا سيدي. نعم. نعم سيدي اشكرك والله. البرنامج شؤون المعلومات. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد اللواء المحترم. شكرا بارك الله بك. إذن شكرا لك. نعم سيدي، شكرا لك سيدي لواء عقيل المحترم على تواصلك المستمر مع برنامج الشؤون. أيضا الشكر موصول دائما لإخواننا في السيطرة المركزية لشؤون الداخلية على تعاونهم المستمر. اتصال آخر والشؤون تفضل. نعم. ألو صباح الخير سيدي. صباح الخيرات أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. وياكم المصور علي صباح حميد. علي صباح حميد. حميد وين دوامك علي؟ قسم شرطة نجدة ديالة. شرطة نجدة ديالة. تفضل اخوي. سيدي اشكرك، انا قبل تقريبا كم شهر تاريخ 6/8 قابلت السيد الوزير الله يحفظه. نعم. ووافق لي على اجازه 120 يوم براتب. نعم. ولغرض اجراء عمليه خارج العراق. نعم. ورا ما اجريت العمليه 20 يوم تفاجئت الراتب اجى بس فقط حسب الكتاب تقول استنادا لاحكام الماده 28 ثانيه. واضح اخي العزيز، انت الموافقه اللي عندك براتب تام ام بدون باستقطاع؟ لا سيدي، لا سيدي براتب تام. براتب تام يعني الاجازه مكتوب بالهامش السيد المعالي؟ نعم 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 سيدي، بالطلب مالي مال مكتب شكاوى المواطنين، يعني الطلب اللي كان متواجد قدام السيد الوزير براتب تام. نعم. وجيت تقريبا 1/11 قدمت مكتب شكاوى المواطنين حتى اشوف السبب وين، ولحد الان ما عرفت النتيجه. اذا انت موضوعك يعني قدم طلب بخصوص هذا الموضوع يعني شكاوى المواطنين؟ اي نعم سيدي. اسمع سيدي تعرف بدون زحمه عليك خليني اكمل سيدي. تفضل. الواحد من يجي العمليه بعد وراء مراجعات وراء ادويه وراء علاجات والتفلس في الحسابات مال القياده، قالوا هاي المده 4 أشهر راح تظل تستلم بس الراتب الاسم، يعني معناته 6 ملايين مال 4 أشهر سيدي. يعني بخصوص يعني 120 يوم هاي الاجازات راح نتابع متعارف عليها، الشهر الاول تكون براتب تام وبعده يكون فقط الراتب الاسمي. اخوي الكريم علي صباح، يعني انت الشهر يعني الاول استلمت راتب تام؟ كل شيء ما استلمت، ما استلم استقطعي. نعم. اسمع النداء، نتاكد من التوجيه ومن الاجراء. اسمع النداء. برنامج شؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك شعار السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة اللواء عقيل المحترم
بموضوع المفوض علي صباح حميد منسوب شرطة ديالة قسم نجدة ديالة بتاريخ 6/8/23 قابل السيد معالي وزير الداخلية المحترم وجه السيد المعالي بمنح إجازة 120 يوم لغرض العلاج. حسب ما يخبرنا حاليا أنه تم استقطاعه فقط الراتب الإسمي، ويخبرنا كذلك أنه التوجيه براتب تام، إجازة براتب تام، التأكد من التوجيه ومن الأجراء. بارك الله بيك. نعم سيدي. نعم سيدي. نعم سيدي الواقد، تفضل. مدير شؤون من وزارة السيطرة، أخي بارك الله بك، على مجمع اتصال الأخ المتصل علي صباح حميد، وتم تدقيق موضوع اسمه ضمن مديرة الموارد البشرية والإجابة خلال فترة البرنامج. نعم سيدي العزيز. نعم سيدي، أشكرك على الواضح السلمة. برنامج أسوأ المعلومات. أشكرك أخي على مسمع من نداء السيد اللواء المحترم. شكرا، بارك الله بيك. إذن إجابات اثنين يم السيد اللواء المحترم جواد عبد الكاظم وعلي صباح محمد، ننتظر الإجابات. شكرا لك سيدي. اتصال الشؤون، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. صباح الخير عليكم إن شاء الله. صباح الخير على كل شعبنا العلاقة، تفضل أخوي. مقدم محمد، أنا قبل فترة، مقدم سيف العفو، قبل فترة خبرتك. ماكو فرق. صباح عزيز مصطفى. شو اسمك؟ سفيان صباح عزيز مصطفى. زياد؟ سفيان. 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 سفيان عزيز سفيان مصطفى. سفيان صحيح، اتصلت بينا. كتابي لحد الان بالمواد البشرية، بس اريد اعرف ايش مصيري مقدم سيد. احنا بلغناك بالاجابة اخي العزيز. لا بس قال كتاب وراي عن الموارد البشرية ولحد الان ما مطينا اي اجابة. اي انطيناك رقم وتاريخ الكتاب اللي موجه للموارد البشرية، وقلنا لك ان شاء الله خلال هذا الوقت تنجز مع عملتك، مو صحيح؟ بلى سيدي. اي ان شاء الله انتظر الاجراء. يعني هو هذا الاجراء اللي صار، يعني اجراء جديد يعني بعده. مقدم سيف يعني ما اعلم شيء، هذا اصلا مش شهر السابع الكتاب رايح عن الموارد البشريه. راح نتاكد من الاجراء. الله يخليك، الله يرحم والديك. رقم وتاريخ الكتاب مثبت عندك مقدم محمد؟ رقم وتاريخ الكتاب عندك؟ اللي وجهناه للموارد البشريه؟ ايه 33,059. في تاريخ 26/7/2023. هذا من وكالة شؤون الشرطة اعطيناك اياه الرقم؟ ايه من وكالة شؤون الشرطة، كنت ازوع على الموارد البشرية. تابعنا اخ سفيان، تابعنا. الله يخليك. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون للسيطرة. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك شعار السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة اللواء عقيل المحترم بموضوع المتصل بالحلقة السابقة، وحاليا تمت متابعة موضوعه من قبل وكالة شؤون الشرطة، ووجهوا كتاب إلى الموارد البشرية، رقم الكتاب 33,059 في 26/7/23، المواطن سفيان عزيز مصطفى. متابعة آخر إجراء إذا أمكن. نعم سيدي الواقي، تفضل. مدير شؤون مبنى الوزاره السابق، اخي بارك الله فيك، اذا امكن توضيح اتصاله سفيان عزيز مصطفى انه ترويج المعامله والطلبات كانت بخصوص تعيين او اجازه او اي موضوع اخر. تعيين. نعم سيدي الواقي، وحضرتك على مسمع برنامج الشؤون. اشكرك اخي العزيز على مسمع من داش السيد اللواء محترم، اعاده وتعيين بارك الله بيك. مدير شؤون مبنى الوزاره السيطره، اخي بارك الله فيك، النداء واضح. شكرا سيدي. نعم سيدي اشكرك، واضح. برنامج الشؤون للمعلومات. اشكرك على مسمع من نداء السيد اللواء المحترم، شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي اللواء عقيل. اذا سفيان ايضا تابع الحلقه، لك اجابه بعد قليل. اتصال للشؤون، نعمل لخدمتكم، تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. شلونك سيدي العزيز؟ ان شاء الله يسلمك اخوي، يا مرحبا. السلام عليكم، اقدم سامعكم انت وضيفك الكريم مقدم سيف سيدي العزيز. انا لازم وسهلا. اول احمد، الله يخليك، اشكرك. لازم اول احمد عبد الغني موحان من قياده احمد عبد الغني موحان عبد الغني. وين عملك بالبصره اخ احمد؟ انا في قياده شرطه البصره قسم شرطه الهارثه سيدي. قسم شرطة شنو؟ الهارثة. الهارثة، الهارثة، نعم. الهارثة، واضح.
تفضل اخوي. عندي مشكلة، انا قبل فترة يعني قبل فترة طويلة صار عندي حادث. نعم. ويعني توقفوا التسجيل وحكموا تأثر قضية مدنية. نعم. فتعرف العقوبة تبعي يا سيدي، ولو شوي اختصر لك يعني قصة طويلة اختصر لك فيها بسرعة. تفضل. فعدت تعرف محكمة قولم داخلي عندي قرار محكمة الدرجة القطعية ما مشمول بالطرد او الفصل. نعم اخراج؟ فمن ما اطلعت لا ولا اخراج يعني بس عدم هذا المكتبس اذا تحب يعني. واضح واضح كمل واضح واضح. فمن طلعت التحقت بعد يعني انا يعني ما مفصول على الملاك وحتى راتبي انصرف لحد سنة 2016. نعم. فقالوا انت لازم نسوي لك امر مباشر من بغداد. فالمهم يعني راجعت المركز والقسم والقيادة وكتابنا وكتابكم تعرف سيدي بريد بغداد بصرة. فصار هاي السنة ثالثة يعني المعاملة ما وين اخر رقم وتاريخ كتاب بالوزارة وين؟ بالموارد البشرية سيدي وسويت تخصيص مالي فكاملة يعني معاملتي بس على امر المباشرة. ايش قد رقم وتاريخ الكتاب الاخير؟ زودنا به. الاخير اللي راح للوزارة رقمه 4188. هذا من وكالة شؤون الشرطة؟ هذا لا اللي رايح من قيادة البصرة سيدي. يعني الى وكالة شؤون الشرطة. صحيح؟ 4 2 1 8 8 ب 30 7. هذا من القيادة من القيادة إلى وكالة شؤون الشرطة. الوكالة شؤون الشرطة. واضح. وكالة شؤون الشرطة. اسم فما يعني أخ أحمد. أنا ظل يعني هاي السنة سيدي العزيز سنة ثالثة أنا بس دورة اسمح لي. أنا خريج كلية الشرطة دورة 49 يعني. أخ أحمد. عمداء وقسم سارة ولوية. أخ أحمد إذا تسمح لي. ما أعرف نعم. أخوي العزيز اسمح لي جنابك. نعم. إحنا إضافة إلى هذا الموضوع. احنا نريدك يوم الثلاثاء القادم تحضر الى مقر الشؤون الداخلية يعني كن انت قبل الساعة 900 صباحا موجود لغرض مقابلة السيد مدير عام الشؤون الداخلية ضمن المقابلات حتى نتابع حيثيات هذا الموضوع وسبب التأخير. مكان وين يعني بالضبط؟ مقر الشؤون الداخلية مدخل وزارة الداخلية من جهة ملعب الشعب قرب مديرية المرور. يعني يم الشكاوي؟ نعم. الشكاوي؟ نعم. 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 نعم نعم بالقرب من عندنا. اسمع نداء كذلك يوم الثلاثاء برنامج راح تكون عندك برنامج شؤون للسيطرة. برنامج شؤون للسيطرة. اشكرك اخي العزيز عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخلية في وكالة شؤون الشرطة العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل الملازمة اول احمد عبد الغني موحان سابقا منسوب قيادة شرطة البصرة شرطة الهارثة كتاب موجه من قيادة الشرطة إلى الوكالة رقم الكتاب 42188 في 30/7/23 متابعة الإجراءات وآخر إجراء بحقه بارك الله فيك. لا أشكال حاليا الوضع أكثر أنا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة سيدي. نعم سيدي عقيد حيدر تفضل. وكادر قناة العقيد حيدر تم تثبيت اسم الملازم اول احمد عبد الغني موحان منسوب شرطة البصرة بس اذا امكن معرفة موضوعه. قبول مباشرة. اشكرك اخي العزيز موضوع الملازم اول هو قبول المباشرة كان عنده حكم وخلص الحكم الخاص به ومن ثم عنده مقتبس باتجاه دائرته لإعادته إلى الخدمة والمباشرة الموضوع قبول مباشرة. نعم سيدي. هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة تم استلام الموضوع سيتم تدقيق موضوعه وإعلامكم خلال وقت البرنامج. شكرا لك سيدي. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عقيد حيدر تحياتنا لك وعلى تواصلك المستمر. ملازم أول أحمد عبد الغني إن شاء الله نشوف موضوعك وإن شاء الله تعود للخدمة إن شاء الله كل جاب ضمن وقت البرنامج. الشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا وسهلا بك. تحياتي المقدم سيد محمد المحترمين. شكرا أخي الكريم تحية لك.
سيدي انا اتصلت بك سابقا اسعد ابراهيم حمد من منسوب الى شرطه دياله باجراء العوده. وين منسوب شرطه دياله؟ قياده شرطه دياله. اي وين؟ المقداديه. شرطه المقداديه، تفضل. اي سيدي اجراء العوده اتصلت فيك سابقا واسمي يعني دققنا اسمك اسعد؟ اي سيدي فقلتوا لي بالوقت يعني موارد البشريه ولحد الان ماكو شيء يعني بس اريد اعرف شنو موارد بشريه؟ احنا نعطيك اجابه واضحه، اما نقول لك انه اجراءاتك مكتمله بانتظار التخصيص المالي نعم. او نقول لك معاملتك بها خلل او عفوا بها نقص بالاجراءات. اي بالضبط سيدي بالضبط. اشكرك. شنو جبنا لك في وقتها؟ انتظار التخصيص المالي؟ ايوه بس اريد اعرف اجراء اكو يعني اجراء عوده الي اسمي موجود لو لا؟ ورا حمد شنو الاسم الرباعي؟ نصينا صوت التلفزيون اسمعنا عن طريق الهاتف من فضلك اسعد. اسعد ابراهيم حمد بعدها حمد. اسعد ابراهيم حمد جواد الفرجي. اسمع النداء. تابعنا اخوي اسعد. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في وكالة شؤون الشرطة العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل أسعد إبراهيم محمد الجواد، سابقا كان منسوب شرطة ديالة المقدادية، تدقيق اسمه ضمن قوائم الإعادة، اكو اجراء بحقه من عدمه. نعم سيدي عقيد حيدر تفضل. هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطه، تم تثبيت اسم المتصل اسعد ابراهيم حمد وسيد تدقيق موضوع العفو في قوائم ضمن قوائم الاعاده في مديريه الشؤون الاداريه والماليه. شكرا سيدي. نعم سيدي اشكرك والله. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، شكرا بارك الله بك. أيضا شكر موصول لك سيدي عقيد حيدر مرة أخرى. أسعد إبراهيم حمد جواد تابع الحلقة، لك إجابة بعد قليل إن شاء الله. اتصال الشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك سيدي العزيز، صباح الخير والعافية عليكم. صباح الخيرات. أهلا وسهلا أخوي، طينا اسمك مين تخابرنا؟ أنا مفوض نهاد عماد عباس. نهاد عماد عباس، وين دوامك نهاد؟ سيدي العزيز انا من عوائل الشهداء. الله يرحمك. على سيطرات الرصافه. وين؟ سيطرات الرصافه. على سيطرات الرصافه، سيطرت المعامل مشغل عجل سونار. تفضل. سيدي العزيز بالهيكل اللي امر بها السيد معالي وزير الداخليه. نعم. نقلونا على حمايه المنشات، قاطع العظميه. زين. وسيدي العزيز انا نفذت الامر واريد ارجع للسيطره كونها قريبه علي. ماكو هيك اجراء اخي العزيز. سيدي سابقا كانت عندي موافقه قائد شرطه بغداد. نعم. بابقاء بالسيطره. من صار انت كم نقله نقلت اثناء خدمتك؟ سيدي سيدي العزيز نقله اكثر من مره. يعني نقلت. قدمت نقل ضمن خانه قناه الشهداء يعني؟ للنقل اكثر من مره، صحيح؟ نسمعك وياك نسمعك. سيد العزيز انا نقلت نفذت امر السيد المعالي الوزير الداخليه. نعم. اي فهسه ارجع للسيطرات، كوني عندي موافقه قائد شرطه بغداد بابقاء بالسيطره. اذا عندك الموافقه اذا هذا النقل داخلي. اي سيد العزيز من بعد انا نفذت. احنا راح نتابع موضوعك وطلبك المعروض امام سيد قائد شرطه بغداد الكارخ المحترم. لا الرصافه الرصافه. الرصافه، اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطره. نعم اليوم شبكة ضعيفة ضمن الجهاز اللاسلكي. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل نهاد عماد عباس منسوب سابقا السيطرات سيطرات الرصافة سائق عجلة سونار، حاليا تم نقله إلى العظمية المنشآت، عند طلب منظور امام انظار السيد قائد الشرطه المحترم في الرصافه، اذا امكن اخر اجراء بحقه بارك الله بك. نعم سيدي عميد محمد تفضل.
طلب متصل لإعادة عماد عباس. سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومتابعة الموضوع وشرف فيكم النتائج خلال بث البرنامج. أما بخصوص الاتصال السابق نعم جبار نعم هذا وجود بحقه قيد جنائي لديه أمر فصل تم جواد عبد الكاظم عبد الجبار مدير شؤون مؤسسة تعطيك رجال لكن أنت النداء الآخر نعم هو فعلا النداء كان يمه بالنسبة لجواد عبد الكاظم عبد الجبار أشكرك أشكرك هو صحيح جواد عبد الكاظم عبد الجبار نعم الاتصال بالبرنامج السابق هذا لديه قيد جنائي ولديه أيضا أمر فصل تم مفاتحة شؤون الشرطة التقاعد بالعدد 43,935 في 6/11. أشكرك. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله فيك. نعم مقدم محمد. نعم كانت إجابة من السيد العميد المحترم مدير شؤون شرطة بغداد الرصافة بخصوص جواد عبد الكاظم عبد الجبار من محافظة البصرة لديه قيد جنائي وأمر فصل هناك كتاب مفاتحة وكالة شؤون الشرطة ذو الرقم 43,935 في 6/11 دائما وأبدا نعمل لخدمتكم نعم نعمل لخدمتكم هي توجيهات المراجع العليا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم على السيد وزير الداخلية المحترم السيد عبد الامير كامل الشمري اذا برنامج الشؤون وشؤون الداخليه في جولات مستمره وتفقديه للدوائر الخدميه والمفصليه في وزاره الداخليه مقدم سيف كان هناك يحدثنا بالمزيد بالتاكيد مقدم محمد من خلال التاكيدات المستمره والتوجيهات للسيد معالي وزير الداخليه عبد الامير الشمري المحترم حول متابعه قضايا المواطنين في الدوائر ذات التماس المباشر مع المواطن وجه السيد مدير عام الشؤون الداخلية بتكثيف الجولات المسائية ضمن الدوائر الخدمية مثل مراكز الشرطة وأفواج الطوارئ ومكاتب مكافحة الإجرام وكذلك دوائر الجنسية باشرت مفارز الشؤون الداخلية بأمرة السيد مدير بغداد الرصافة جولة مسائية ضمن هذه الدوائر لمتابعة قضايا المواطنين بالتأكيد أن جولات مفارز الشؤون مستمرة وعلى مدار الساعة الغاية من إظهار هذه الجولة لتعريف المواطن بواجبات الشؤون الداخلية وكيفية اللجوء لضابط الشؤون في حال أنه أكو معلومة أو شكوى يحب يوصلها إلى المراجع في وزارة الداخلية نترككم مع الجولة وإلى لقاء وحلقة أخرى وبرنامج الشؤون إلى اللقاء احنا لاحظنا وين مدير المشروع نعم. مدير الموقع لاحظنا قله مواطنين ايش عجب يعني الموقع السلسي قد انجازكم باليوم يعني معادله مسكين معامله قضيه العقود سيدي يعني هسه وردت يعني اكثر من شكوى بخصوص العقود انه المواطن هسه بده يسوي عقد الكتروني برا عند المكاتب نعم من يجي يدقق ابو الباركود مرات ما يقرا نعم صارت عندكم هاي الحاله هاي الحاله مره شنو صارت عندنا في بدايه الدوام توقف بالانترنت لان يعني الانترنت مرتبط ويا حاليا امتحانات مال وزاره التربيه وقفوا الانترنت فصير عندنا هاي الاخفاقات احنا بدورنا شو نسوي نكمل بقيه المعامله انا هذا قصدي المعامله ما توقف توجيه السيد مدير المرور العام المحترم بين المعامله تنجز لحين تسليمها اخر مرحله البيمنت يعني تنجز المعامله وتكمل بعدين نكمل العقد يعني بحيث المعامله في استمرار صحيح انه المسؤول على تطبيق العقود يسحب العقود ويقول للمواطن ساعه وارجع لي لا لا هاي مصير هاي لا مصير هاي يا سيدي شباك ما اي تفضل احكينا الطريقه من البدايه هذا ينضرب باركود استاذ يطلع المعلومات هنا مال العقد اسم البائع المشتري باعتبارك مدير تسجيل معاناه المواطن شنو؟
معاناة المواطن سيدي، احنا صارت سابقا عندنا توقف الاشارة بالمشروع الوطني، هسه حاليا النظام تغير عندنا، يعني هسه المعاملة تمشي بانسيابية طبيعية. احنا هسه مثل ما شرحت لك سيدي، احنا هسه اذا صار عندنا توقف هسه بالعقود، المواطن ناخذ نحاول وين نكمل سرقات غرامات تصوير الى ان ننجز المعامله. نعم محمد، شنو المشكله؟ استاذ عند حرف جيم ابو المكتب مسوينه، هو الحرف في اقرارات باع السنويه وباع العقد. نعم هاي الاخطاء تصير من قبل مقدم العقود، يكون عنده اخطاء زين. بس المواطن راح يرجع وراح يسوي عقد 50,000. احنا شو نسوي؟ احنا اكو بعض الاخطاء البسيطه، مثلا حرف بالاسم او شيء نتجاوزها. نعم احنا هسه بعض الامور بدنا نتجاوزها، يعني توجيه السيد العام سوى مطالعه بانقال عقد مع هذا صاحب المكتب. ممكن اذا نعم اذا كثره المخالفات مالته وكثره الاخطاء هاي راح يسبب عبء على المواطن، فنكتب به ومدير العقود بالمرور العامه يتابع هذا الموضوع، بالامكان الغاء الاجازه مالته. مدى تعاون قوات الجهات الرقابيه مع الدار؟ احنا عملنا مشترك سيدي، احنا بدنا نتعاون مع الجهات الرقابيه من اجل تقويم المواقع ومن اجل تقديم خدمه للمواطن اكثر. احنا بالداخل وبالخارج متعاونين بهذا الموضوع. مصلحه المواطن بالتاكيد، احنا سببها كلها خدمه المواطن. توجيه من معالي السيد الوزير حول النافذه الالكترونيه عملتوا بها من عدم؟ نعم نعمل بها وحاليا قدام حضرتك نشوف. ايش قد سهلكم عمليه هاي النافذه؟ فرقت عندنا هوايه، لان يعني المواطن هسه مجرد يسلم المعامله يستريح هنا، خلال ربع ساعه ثلث ساعه تنجز استماره ملء الاستماره زائد السرقات والغرامات. على اي موظف؟ ولا على اي موظف، يجي يصرحون باسمه يسلمون المعامله يروح يصور مباشره بايع ومشتري. زين في حاله وجود خطا مطبعي من عدم او وجود نقص بالمستثمر نرجع نكملها، هذا نتجاوز السر مالته، يعني ما نرجع على السر الجديد، تنجز مباشره يصلح الخطا مالته ونمشي مباشره. النافذه بها رقم؟ يعني المواطن يعرف انه رقم تسلسله 10 تسلسله كذا؟ لا احنا نحسب له وقت يعني استلام المعاملات. لا احنا مو هاي ما بها تاخير، هي الطابور راح يصير وين؟ بالادخال، عمليه الادخال بالتصوير راح نعطيه تسلسل.